السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم روتين خفيف كده، يمكن بعد شوية التعب اللي كان حصل دولت، ويمكن بعد غياب أسبوع عن المطبخ كمان. أنا يعني مش هتصدقوني لو أنا قلت لكم أنا بقالي أسبوع ما دخلتش المطبخ اصلا من اساسه. يمكن كانت شيماء بنتي هي اللي كانت بتقوم بكل الدور ده كلته، فانا النهارده يمكن اول يوم ادخل المطبخ بجد. والله يا جماعه يعني يمكن وحشتني وقفه المطبخ، وحشني الطبيخ، وحشني كل الحاجات الحلوه الواحد كان دايما على طول بيعملها ديت. فعلا التعب وحش جدا، يعني ربنا يا رب ما حدش يشوف الايام الوحشه او الايام المره اللي الواحد شافها ديت. فانا مبسوطه قوي وفرحانه قوي ان انا يعني بسم الله ما شاء الله كده بدات ان انا يعني اتمشى في الشقه، وبدات ان انا اطبخ. قلت لا لازم بقى اعمل حاجه كده، يعني ايه اعمل بقى غدا للولاد، مش عارفه ايه يتغدوا بقالهم كام يوم كده. يعني ما انا مقصره في حقهم شويه كده، ويمكن كمان انا بقالي برضه اسبوع ما طلعتش على السطح فوق. فانا برضه ان شاء الله هاخدكم معايا برضه كده، وانا بعرف كل الحاجات ديت ان شاء الله هتشوفها بقى معايا زي ما انتم شايفين. النهارده انا هعمل ايه؟ هعمل بقى بسله زي ما انتم شايفين معايا. يا دوبك انا يا دوبك ايه محمر البصله، وهبدا ده ان شاء الله هحط الطماطم. هنطبخ بسله وهنعمل بط ورز، يعني حاجه كده في الوقت بقى اللي انتم شايفينه. النهارده الجو هوا كده وفي شتاء، قلت اعمل حاجه كده تدفيهم، وفي نفس الوقت يعني حاجه تدفيهم كده، لان انا مقصره فعلا في حقهم يا جماعه والله. يعني يلا الحمد لله ربنا يا رب ما عاد يقعدها ايام تاني. البسله اللي انتم شايفينها دي يا جماعه ده كانت عندي في الفريزر انا مخزناها، وده البط اهوت ده ما شاء الله بدا يستوي. انا يمكن انتوا شفتوه معايا وانا بصور وانا بشوح ده كده. خلاص خلصنا الرز بتاعنا بقى، وده يا جماعه بقى الرز بتاعنا هنعمله حبايه وحبايه ونخلص فيها ونشوحه كده ونطلع فوق. ويلا كده اللي محدش لايك ويحط لايك، ويلا بينا كده نطلع بقى ايه نعلى في الطيور بتاعتنا. دلوقتي يا جماعه طلعنا عند الطيور زي ما انتم شايفين، الجو بيشتي اهوت طول النهار هوا طبعا زي ما انتم شايفين كده، بقاله كام يوم هوا وزعبيب، فعلشان كده انا طلعت دلوقتي اعلفهم اهو. حتى لو انتوا لاحظتوا معايا لسه عمال بينزه يا دوبك كده، بس بقول يا رب ما يتقلش على ما نخلص وننزل. البط حتى دخل جوه في قلب العش اهو، وطلعت برده غطيت على الحمام زي ما انتم شايفين عشان ما يبردش مننا. دلوقتي بقى هنعلف البط كله اللي هنا، وبرده هنعلف الحمام كده مع بعض ان شاء الله. جايبه لهم برده خلطه كده هنقلبها يعني ان شاء الله، عشان ايه في بط شمرت برده الخلطه اللي انا عاملاها ديت، يعني اعتبر عشان خط اللي عشان البط الشمرت، ما مش جايباها عشان البط الكبير ولا حاجه، لا علشان انتوا عارفين الجو برد، يعني عايزه بقى البط يقفرش بسرعه يتقل معايا كده، عايزه اهتم بشويه. هنا معايا الخلطه اهيت هشوفها، ده الدش بتاعهم اهوت، وجايب لهم برضو الكزب ده، كزب كده جايباه جاهز. الكزب ده يا جماعه ده اللي انا بعمله دايما على طول للبط عندي، لما بعوز ان انا اتقل البط ولا حاجه بجيب لهم كده شويه كزب زي دولت، واعمل لهم علفه بتبقى حلوه قوي، لان في كل حاجه في يعني في عناصر كتير جدا مفيده للطيور. في برضو رده اهوت، حاجه كده ناشفه ان هي تدفيهم في وقت زي ده، حاجه تدفي معدته عشان بيل بقى نقول بقى العيش مبلول ولا اي حاجه، لا حاجه دافيه يعني ايه حاجه تدفيهم في الوقت اللي زي ده، في وقت الشتاء كده تدفي معدته. يلا بقى كده نهلو عشان نخش عند الحمام كده بقى شويه كده. هي كلهم ناشفين، حتى يعني حتى لو اللي حابب ان هو ينسمه تنسيم خفيف كده بالميه ماشي مفيش مشكله، بس اللي الاحسن والافضل ان هم ياكلوا ناشف كده بقى حلو. برده معايا الخل اهوت، هنحط لهم برده شويه خل في يوم هوا زي دهوت، ده برده هيبقى حلو. حابه برده في يوم هوا زي دهوت عندك توم بصل كركم الحاجات الحلوه دي كلها، كل الحاجات دي بترفع المناعه بتاعه الطيور بتحصنهم، يعني ايه كلها حاجات كويسه قوي في الوقت اللي هو بيبقى فيه هوا وفي كل المشاكل دي. لان خدوا بالكم يا جماعه الوقت اللي في الايام الهوا ديت دي الحاجات دي كلها بتبقى يعني فيها عدوى بقى وفيها ميكروبات. حاولي ان انت يعني ايه تغطي على طيورك شويه بتاع كده، لو انت عندك السطح مكشوف حاولي ان انت برده ايه يعني مهما كان حاولي ان انت تغطي. برده هنا اهوت
ممكن الجو هنا ظلمة يا جماعة في الأوضة ديت، دايما بقول لكم باستمرار يعني بحس إن ما يكون في شتاء ولا حاجة بحس إن الجو هنا مغيم، لأن الأوضة هنا مقفولة مش مكشوفة زي الأوضة التانية، بالرغم إن أنا فاتحة الشباكين اتنين قصاد بعض، بس هحاول إن إن شاء الله أقفل شباك منهم علشان ما يبقاش الطيران قصاد بعض يتعبوا الطيور عندي في الهواء اللي زي ده. يعني دورة يعتبر هنا في الأوضة برضو بيبقى حلو بعيد عن الهواء والفيروس والحاجات دي كلها، لأن أهم حاجة إن أنت تكوني مغطية على الطيور، بس مش مغطية قافلة إن أنت تقفلي أوي عليهم، يعني لا في تهوية برضو في حاجات من دي، بس الحاجات دي في اليوم اللي يكون فيه هوا بس. برضو هنحط لهم خل زي ما انتم شايفين كده، زي ما حطينا للتانيين هنحط الدور حاجة كده كوكاء. تعالوا بقى نروح للحمام يلا. دلوقتي يا جماعه احنا عند الحمام اهوت زي ما انتم شايفين، حاطط لهم الميه نظيفه، هنحط لهم برضو في كل ساقيه كده شويه خل صغيرين. زي ما انتم شايفين لو ملاحظين معايا انا قايده لهم ان النور اهوت يعني على طول ليل ونهار قايده، لان الجو النهارده كان هوا وما ينفعش ان انا في الوقت دوت اكشف عليهم. الحمام بالذات يا جماعه زي ما انتم شايفين حاولي ان انت تقفلهم، ليه؟ علشان نتفادى الاستارات الخضراء والحاجات اللي هي يعني دايما المشاكل والكشاشان والحاجات دي كلها، بنحاول بس نحافظ عليهم وندفهم شويه علشان ما ننجعش نقول ده في امراض، ده في عدوى، ده في فيروسات والحاجات دي كلها. هنحط لهم بقى ايه يعني، حتى لو انت برضو لاحظتوا معايا ان انا حطيت خل، بس ان شاء الله يعني بكره كده ان شاء الله هنبقى ايه ننضف لهم ونعمل حلقه برضو كده واحنا بنقول. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ده يعتبر الوجبه الثانيه للحمام. كنا قلنا قبل كده لو الحمام وراه زغاليل هنعرف يعني هنعلفهم وجبتين في اليوم، فيعتبر احنا خلصنا اهوت، وبسم الله ما شاء الله يعني يعتبر هنا وراهم برده قطف زغاليل ان شاء الله برده يا جماعه. يعني كانت في ناس طالبه قطف زغاليل، يعني اعملنا مشاماه يعني وانت بتقطفي الزغاليل، احنا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني كميه قطف كويسه، هنبقى يعني نعمل لكم برده حلقه واحنا بنقطفه، يعني قبل ما اقطف ان شاء الله هصور لكم برده وهصور لكم كل حاجه باذن الله. احنا عندنا ان شاء الله يعني زي ما انتم شايفين كده اهوت بسم الله ما شاء الله، يعني هو بدا بقى الخير يزيد زي ما انتم شايفين، كان بدا يعني كان بدا يقل شويه، بس هو ما شاء الله يرجع يبدا يرجع من جديد تاني. كان هو ريح شويه كده وبعد كده خلاص، يعني عشان ما حدش يقل يا جماعه، لو جه فتره الحمام بيريح ولا حاجه ما حدش يقل يقول الحمام عندي ما بيبيضش، لا هو ده طبعته بيريح شويه ويرجع ما شاء الله يبيض تاني. دلوقتي يا جماعه هنشوف الغدا بتاعنا مع بعض. زي ما انتم شايفين عملنا رز حبايه وحبايه وجهز معانا اهوت، هنشوف بقى البسله اهو، وده البسله بتاعتنا جهزت، وده البط بتاعنا